الإفراج عن أسدي الدبلوماسي الإرهابي ومخطط التفجير فدية مخزية للنظام الإيراني. النظام الذي أعتقد أنه الأب الروحي للإرهاب هو حكومة تستخدم سياسة الرهائن وجعلتها السياسة الرسمية للبلاد، وهذا العمل يساعد هذه السياسة. إن هذا العمل مدان، وهذا الشخص الآن في طريقه إلى إيران وقد أطلق سراحه وسيكون موضع ترحيب هناك، وهذا يجعل الفاشية الدينية الحاكمة على إيران تواصل جرائمها في القمع الداخلي والإرهاب الإقليمي والدولي.